بكم معي فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا الملوي بطريقه مبسطه وجد سهله، وكيجي بحل رزه القاضي، كيجي من الداخل مورق مزيان وسهل حتى في التحضير ديالو. خليكم معي باش تشوفوا المقادير. قبل ما نبداو في المقادير، ما تنساوش تدعموني بلي لايك والاشتراك في القناه ديالي. هذا الملوي اللي بغى هكا في رمضان كيجي ساهل وما كياخذش الوقت بزاف، كيجي حتى في الشكل ديالو كيجي زوين. المهم بنات، في المقادير هنا درت فورس وسبيسيال على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما، ودرت خماره ودرت شويه ديال السنيده ومعلقه ديال الزيت كبيره. صافي، ودابا غادي نبداو نخلطوا في العجينه ديالنا. المهم بنات، هذه العجينه ديالنا بعد ما تلكناها، دابا غادي نخليوها ترتاح 5 دقائق، ومن بعد غنبداو نديروها دي بول وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ديروا لها. المهم بنات، من بعد ما قلت لكنا العجينه ديالنا وخليناها ترتاح، دابا كنشدوها كنقسموها على 4 ديال لي بول كبار، وغادي تشوفوا معايا الطريقه. وهنا ذوبت الزبده والزيت، زدت على الزيت وخماره ديال الحلوه، وهنا عندنا الفينو. المهم بنات، دابا غادي نبداو بالبول ديالنا. المهم بنات، من بعد ما ورقنا على هذا الشكل، كنشدوا هكا الزبده والزيت والخمارة اللي ذوبنا، وكنبداو هكا نورقوا بهم. وكنرشوا هكا الفينو. المهم بنات، الرول الاول كملناه، دابا غادي نديرو هذا نورقوه كيف ما ورقنا الاول، وغادي نهزو هذا نحطوه في هنا.
المهم دابا غادي نديرو نفس العمليه اللي درنا الاولى، غادي نديرو لها هكا الزبده والزيت والخميره ديالنا. ودابا غادي نهزو هذا الرولو الاول اللي درنا، وغنبداو نديرو نفس العمليه الاولى. المهم البنات دابا غادي نقطعوه من بعد ما درنا الرولوات ديالنا بجوج. نقطعو الحجم اللي بغينا صافي، كنضغطو هكا. المهم بنات دابا ملي كملنا كلشي الملاوي ديالنا كنحطوهم يرتاحوا في البلاطو، وكنغطيهم بسلوفان بين ما ارتاحوا كنكونوا نسخنوا المقلة ديالنا. المهم بنات الملوي ديالنا من بعد ما ترخف لينا دابا غادي نقرصوه ونديرو فوق المقلة. المهم بنات غادي نديرو دابا الملوي ديالنا. مهم بنات هذا هو الملوي ديالنا بعد ما وجدناه، كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي رائع 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 رائع.
وكنرافقوه بشويه ديال العسل، كيجي غزال غزال غزال، ضروري تجربوا. انا غادي نوريكم هكا وحده نفتحها قدامكم، شوفوا كيجي من داخل. بنات ما تنساوش الاشتراك عندي في القناه سوكاديليز باش يوصلكم كل جديد. وكيف ما كتشوفوا الملوي ديالنا كي كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مورق كما كتشوفوا ها نتوما، كيجي غزال غزال غزال، ضروري تجربوه.